انتصارات لشباب الخليج. بالفعل نتحدث، خلينا نروح مع زميلنا ناصر عباسي من القدس وهو المحلل الرياضي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. مساء الخير لك ولا أسرة برنامجك ولكل مشاهدينا. تحياتي لك وتحيات زميلنا مصطفى جبر معنا الآن في الاستوديو، يوصل لك التحايا. بنظرة إلى جدول الترتيب كما هو الحال والحديث عن متابعتك لهذه الجولة الخامسة بعد فترة التوقف. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية زميلي علاء، والتحية موصولة للأخ مصطفى جبر الإعلام النشيط ولكل أهلنا في قطاع غزة الحبيب. حياك الله. بكل أمانة دورينا الفلسطيني في المحافظات الشمالية أو كما يسمى دوري المحترفين دوري القدس، بعد توقف دام تقريبا أسبوعين أو ثلاث نتيجة مشاركة منتخبنا الفلسطيني في الكأس الذهبية، لم يصل حتى الآن إلى المستوى المتوسط. لا يوجد إثارة، لا يوجد استقرار إداري واستقرار فني، والدليل على ذلك استقالة أو إقالة أربعة مدربين في أربع أسابيع، وربما تشهد الساعات القليلة القادمة استقالة مدرب خامس، وبالتالي سيكون هناك خمس مدربين في خمس أسابيع، وهي نقطة سلبية في رياضتنا الفلسطينية. طب هنا خمس جولات ممكن يكونوا جولات تقييم لأنه مدرب يقال، أو أربع جولات على الأقل إذا أردنا نتحدث. المشكلة مصطفى علاء، المشكلة انه في عنا عدم استقرار اداري وفني، وبالتالي الاستقرار الاداري يؤثر على الاستقرار الفني. صحيح. عندما لا يكون هناك مجلس ادارة يستطيع انه يقيم بشكل صحيح ويكون القرار لشخص او شخصين، احنا بنقع بكارثة. عندما يكون هناك عدم استقرار اداري ولا يوجد اموال ولا يوجد حتى اللحظة راعي رسمي لدور المحترفين، وبالتالي اللاعبين قد لا يلتزموا في التدريبات، وبالتالي لا يستطيع المدرب أن يسيطر على المنظومة ويفضل الرحيل ويحترم نفسه منذ البداية. لكن هاي نقطة سلبية وسلبية جدا. الدوري الفلسطيني تراجع بالفترة الأخيرة، وبكل أمانة نتيجة التوقف غابت الإطارة، لا يوجد هناك منافسة حقيقية. حتى انت بتشاهد الهلال اليوم وصل إلى قمة الدوري بهدف في مباراة كانت أقل من المتوسط، وكانت نتيجة التعادل ربما أقرب لفريق الظهرية، لكن الهلال بخبرته حسم اللقاء. شاهدنا بجوز المفاجأة الوحيدة في هاي الأسبوع مركز طول كرم اللي فاز على الأهلي، والأهلي أعلن عن نفسه منذ البداية أنه أنا قادم للحصول على لقب الدوري. لكن قلنا، وأنا بحكم عملي مع مركز طول كرم سابقا أو قبل تقريبا 20 عام خلال دراستي هناك، لو البرازيل يلعب مع مركز طول كرم في استاد أو ملعب الشهيد جمال غانم بتكون مباراة صعبة بغض النظر عن ظروف المركز. هذا هو المركز. طيب خلينا نروح لهلال القدس لأنه فاز على الظهرية وتقدم في جدول الترتيب وحل مكان مركز بلاطة. في هذا الإطار، هلال القدس هل يتمسك بالصدارة ويستمر بهذا المكان، ولا برضو حترجع أمور فيها تقلب؟ شوف، الأكثر الفرق استقرار إداري ومالي هلال القدس بكل أمانة، وإن كانت أداؤه في بداية الدوري ليس كما كان في الموسم الماضي أو اللي قبله، لكن التوقف أكيد بيعمل على تراجع مستوى الفريق. الابتعاد عن المنافسة الحقيقية بيعمل على الابتعاد، لكن هو ما زال يعيش في حالة استقرار على أقل تقدير مالي بفضل وجود الدكتور باسم أبو عصب كرئيس مجلس إدارة للنادي القدس، وهناك أيضا استقرار فني بالاحتفاظ بالجهاز الفني واستقطاب بعض اللاعبين اللي بعضهم أعلن عن نفسه والبعض الآخر حتى الآن لم يقدم يعني المستوى المطلوب منه. يعني أنا شايف إنه الهلال بإمكانه إنه يواصل الزعامة،
وبإمكانه أنه يستمر على قمة الدوري، وهذا مربوط بظروف الأندية الأخرى. أنا بعرف الظروف الدوري في المحافظة الشمالية، من يمتلك المال ولمن يمتلك الاستقرار الفني والإداري بيستطيع أنه يذهب بعيدا، والدوري بحاجة لنفس طويل في ظل التوقفات الكثيرة سواء في مرحلة الذهاب أو اللي راح تكون في مرحلة الإياب نتيجة مشاركة منتخبنا الفلسطيني في أمم آسيا 2019 في يناير القادم. طيب، أهل الخليل يمتلك المال ويمتلك هذه الإمكانيات، ولكنه أيضا لا يقدم مستوى مستقر على الأقل، ويتراجع ويترهل. شوف، أهل الخليل بكل أمانة هو خسر جهاز فني كان يمتلكه وهو المدرب كوزين المدرب الإيطالي، وأحدث قبل عامين تقريبا انتفاضة حقيقية، أحدث تغيير كلي في منظومة الأهلي. هناك مشكلة داخل فريق الأهلي على صعيد اللاعبين، على صعيد استقطاب بعض النجوم أو بعض اللاعبين، هناك محسوبيات في إشراك فلان على حساب فلان. أنا أعلم أن هناك في استقرار مالي قدر الإمكان بوجود بعض رجال الأعمال، لكن هذا أيضا لا يكفي، وبحاجة أيضا عامل التوفيق، بحاجة إلى جهاز فني يستطيع قيادة هذا الفريق في ظروف مختلفة. لكن بكل أمانة على يعني أنا شايف أنه لن أتفاجأ في الأسابيع القادمة في أي مباراة قد تحدث، وربما المتذيل الترتيب يهزم المتصدر أو يهزم صاحب المركز الثاني أو الثالث. ما زال الدوري في البداية، فارق النقاط بسيط، نقطة ونقطتين بين أربع أو أول خمس فرق. سننتظر الجولات القادمة، مع أنه هناك توقفات كثيرة ستكون في شهر 11، وبعد ذلك توقف كبير خلال المشاركة الآسيوية. شكرا جزيلا لك الإعلامي الرياضي والمحلل ناصر عباسي من القدس، أشكرك جزيلا.